مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونبدأ حوارنا مع إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأثير. فضيلة الشيخ، يقال اليوم ما اجتمع اثنان في فيضة إلا وكانت سيرة الشيخ الأثير على لسانهما. من أين أتت هذه الظاهرة؟ إذا بدنا نقول يعني بداية للمشاهدين، من هو أحمد الأثير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في الحقيقة يعني أنا لما كان عمري ما يقارب 20 سنة ربي أكرمني بإني فهمت في ضرورة قصوى على أنه نتحمل أعباء الدعوة إلى الله عز وجل، فانطلقت في هذا المجال، وثم تدرجت شيئا فشيئا في طلب العلم إلى أنه صار عنا مسجد سنة 98 أو أواخر 97، مسجد بلال بن رباح، وصرت خطيب وإمام مسجد بلال بن رباح. فبفضل الله عز وجل نحن زرنا أغلب بيوت صيدا، أغلب النوادي، أغلب الأماكن العامة، وذكرنا الناس بأمر الله عز وجل. فربما بعض المسلمين في صيدا لمسوا شيء من المصداقية في دعوتنا، لأنه دعوتنا بالنفس والمال يعني بدون تحزب أو تبعية لأحد. وأخيرا لما صارت قضية الثورة السورية، ربما كان لنا أول اعتصام في لبنان، كمان هذا الشيء أثر على السياحة، ومن هناك انطلق ذكري يعني أو اسمي في الوسط الإعلامي. حضرتك ذكرت بأن دعوتكم هي بالنفس والمال، شو يعني؟ يعني أنتم تدفعون للناس لكي لا يعني. يعني أنا لما فرغ وقتي من أجل أن أقوم برسالتي المطلوبة مني بالدعوة إلى الله وتذكير الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا المجهود بده مال، المال بيكون على نفقتي الخاصة، وكل مين بيستجيب لهذه الدعوة نطلب منه كمان هو يتحرك في الدعوة إلى الله كمان على نفقته الخاصة. يعني بالنفس والمال من جهتنا، يعني ما بنقبل مال من أحد حتى نتحرك، ولا بنعطي مال لأحد حتى يتحرك. بس هلا اليوم يعني الناس هتسأل حضرتك، ابن بيئة غنية، يعني أنت أتيت من بيئة غنية لتصرف على الدعوة، أم أنه في جهات ما تمول اليوم الشيخ الأثير وأيضا تمول الحركة التي تحمل اسمك؟ لا، هو قيامنا بعمل الدعوة بداية قبل المسجد ما بده النفقة الكبيرة يعني. فنشتغل نصمد شوي صغير، يعني كل إنسان عنده أحيانا هواية بينفق عليها. نحن كانت رغبتنا انه نشتغل في عمل الدعوة لله بنفسنا ومالنا النفقة المستطاعة لها. اما انه هل في جهات بتمولنا؟ ابدا. انا قلت سابقا في الصحافة، ما في جهات لا داخلية ولا خارجية، سياسية ولا دينية، تعطينا دولار واحد، وعلى فرض بدها تجي جهة سياسية او دينية في الداخل والخارج تدعمنا بدولار واحد، نحن حنرفض. تتمولوا من الناس اللي هن بيحضروا بالمسجد؟ نعم، بيكونوا رجال اعمال مثلا، او بيكونوا من اصحاب يعني الاموال، بيقدروا هن ايضا انه يساهموا بتمويل المسجد وبتمويل دعوتكم؟ نعم، دعوتنا عامه وميدانا حق للامه كلها. فانا لما بشوف في حاجه مثلا لتوسعه المسجد وما شابه، بيعلن للملأ يا اخواننا المسجد صار به. في مجال اختلاف حادثه اثرت فيه كثير، لما كان بدايه بناء المسجد واردنا انه نوسع، فاعلنت انا على المنبر انه نحن يا اخواننا بحاجه للتوسعه وكذا. فاخت كريمه حتى انها سوريه تسمى زينب رحمه الله عليها، صبيه يعني متزوجه جديد، زوجها من افقر الفقراء، جابت لي الصيغه اللي لها كلها، حتى محبس الزواج حطتهم بمحرمي وقدمتهم من اجل توسعه المسجد. فهيدا بحد ذاته ببين شو يعني التمويل عنا نحن بمسجد بلال. طيب بس اليوم يعني بصيدا الالتزام الديني ليس جديدا، يعني تحديدا على من هم يتبعون يعني ويلتزمون بالدعوه وبالدين. اليوم كيف دخل يعني الشيخ الأثير؟ لماذا الشيخ الأثير؟ هنالك حركات أيضا أصولية في صيدا، حركات سلفية في صيدا، لماذا يعني يختار الناس اليوم حركة الشيخ الأثير؟ لا الـ الـ يعني أهلنا في صيدا بيزوروا الكل وبيسمعوا من الكل، بس نحن بمسجدنا في عمل يومي، يعني أنا كل يوم عندي بين المغرب والعشاء تعليم عام
بيحضر النساء والرجال مع مختلف الشرائح. عنا حضانة خاصة للأولاد للنساء اللواتي لا يستطعن أن يضعن الأولاد في مكان ما حتى تيجي تسمع التعليم. فالنشاط اليومي هو كمان أدى إلى أن الناس تتفاعل مع المسجد أكثر وأكثر. بس الصيدويين بيسمعوا من الكل ويعني وعندهم ثقة بكل المخلصين مش بس بأحمد الأسير. اليوم أيضا الناس بتسأل أنه خصوصا أنه حضرتك يعني بالظاهرة التي خلقتها في ناس بتعرف من هو الشيخ أحمد الأسير. البعض يقول أنك أتيت من بيت غير ملتزم دينيا ولكن يعني ودخلت إلى الدعوة وبدأت في ممارسة مهامك الدينية وابتعدت أيضا عن البيئة التي كانت تحتضنك في مكان ما في البيت. هذا صحيح. أنا يعني أبي مطرب يعني بالفترة القديمة كان مشهور على مستوى لبنان والخليج وكذا. فربي أكرمني بالهداية كان عمري 16 سنة وشيئا فشيئا تعرفنا على عمل الدعوة. وشي طبيعي أن أعيش شيء من الصراع ما بين بيئة غير متدينة إلى تدين، ولكن بفضل الله عز وجل أهلي فيما بعد تقبلوا وعرفوا أن نحن بالنهاية مسلمين ولا بد أنه نتعرف على ديننا أكثر وأكثر. فبفضل الله عز وجل شيئا فشيئا بدأت الدعوة تنتشر وتوصل لكل بيت. أيضا إذا بدنا ندخل أكثر إلى علاقتك في صيدا ومع الأطراف، اليوم البعض يعتبر أنك تشكل خطرا على أمن صيدا، على استقرار صيدا وعلى علاقة صيدا بمحيطها عموما. إذا بدنا نبلش بالبداية اليوم هذه الحلقة يعني نحن متفقين عليها قبل أن يتم التئام اليوم العلماء تجمع العلماء المسلمين في صيدا، البعض يقول أنه يلتئم اليوم للبحث في هذه الظاهرة التي اسمها أحمد الأسير والتي زعزعت أمن صيدا. لا بس عفوا مصلح لك هون، الاجتماع اللي من تجمع علماء المسلمين وربما مرجعية دينية من المقاومة عن سماحة المفتي، السبب مش هو أحمد الأسير والخوف منه، السبب هو أنه جايين لحتى يتناقشوا ويتحاوروا لوضع حلول للأزمة الأخيرة اللي هي الإساءة لأم المؤمنين عائشة. لأن أنا صعدت وطلبت الاعتذار أو التوضيح إذا كان مش المراد الإساءة. فهذا هو موضوع الزيارة مش موضوع أحمد الأسير. يعني اليوم تتوقع أن يتم مثلا توضيح عما جرى من كلام، يعني البعض يقول بأنه أيضا حضرتك أسأت فهمه للشيخ محمد يلزبك وأنك ربطت يعني بين تشبيهين هو لم يقصد أن يربط بين تشبيهين، كان يتحدث عن زمن ماض وعن زمن حاضر. أتمنى أنه يصدر اليوم التوضيح أو الاعتذار. أما بالنسبة اللي قال لي أنه أنا اللي ربطت، لا، الكلام اللي له صوت وصورة موجود بما كان فيه ممكن يتابعه. كلامه كان بالمحاضرة كلها حول الصراع ما بين الحق والباطل. ثم طبعا نحن كمسلمين عندنا مصطلح الحق والباطل فيه تقريبا في القرآن 14 آية، وكل الآيات اللي بتذكر الحق والباطل يعني كفر وإيمان. فهيدي مغالطة من مرجعية كبيرة مثل الشيخ محمد يزدك. ديني بحت، يعني لما استوعبت هذا الموضوع ودعيت دعوت الى التوضيح في حينها بدل القول يعني والرد بالمثل وايضا الذهاب الى الاعتذار والا. نعم. خليني يعني ابدا من اخر السؤال. انا برفض تماما انه يعني فكره اني انا
مسيت بمقدسات أو تهجمت أو رديت بالإساءة بالإساءة، هذا برفض الكلام تماما. نحن ما تناولنا الطائفة الشيعية بشيء أبدا، بل بالعكس نص الخطبة اللي كانت هي رد على موقف الشيخ محمد يزبك كان تأكيد على أنه نحن عنا قناعة بدنا نعيش مع بعض، ولكن كل ما هنالك احترم خصوصيتي أنا بدي احترم خصوصيتك. وكان ردي وانفعالي وأسلوبي ونبرتي عالية طبعا شيء طبيعي، لأنه نحن انجرحنا في الأعماق في العمق. فالسيدة عائشة رضي الله عنها من أقدس المقدسات عنا والصحابة، فعلى سبيل المثال نحن بنعتبر عائشة والصحابة هو المثل اللي يحتذى حتى ربنا يرضى عنا. ربنا بقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والصحابة ومنهم عائشة وطلحة والزبير والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني ربنا بصريح القرآن ما بيرضى عن أحد إلا إذا اتبع هؤلاء بإحسان. فلما بيجي مرجع كبير وبيطعن فيهم وبيجعلهم في معسكر الباطل فبكون جرحني في الصميم. وهون بلا مؤاخذة، أنا ما برضى الإساءة للمسيحيين ولا لأي مقدس من مقدسات المسيحيين، وبعتبرها إساءة لإلنا وكذلك للشيعة والدروز. فأنا بسأل الآخرين كلهم سواء، إذا سمعتوا نبرتي وأسلوبي وانفعالي ترضوا أنتوا حدا يمس لمقدساتنا؟ هيدي القضية. طيب حضرتك حين تقول الاعتذار وإلا، هو تهديد، لكن شو وإلا يعني؟ وإلا بدنا نروح نرفع صوت الألم والوجع بكل الطرق السلمية، وأنا دايما أقول وإلا تحرك وتصعيد سلمي، لأنه نحن من سنة 89 لما بدأنا بالعمل الدعوي قائمين على قناعة راسخة ما بدنا نتبدل عنها في يعني في لبنان قضية التحرك السلمي. لكن التحريض يبدأ سلميا، لكنه يعني حين تصل إلى مرحلة الفتنة، الفتنة يعني لها أسلحتها كما يقال، ف يعني حضرتك عم بتبلش تجيش الناس وتحرض الناس، وبعدين بتقول انا لم اكن بشيء، انا حررت سلميا ودفاعا عن مقدساتنا. معروف انه ما في مجال للفتنه لا تحت عنوان هذا الملف ولا غيره، لانه المسلح في البلد طرف محدد، سائر الناس منهم مسلحين. فالفتنه بغير محلها، ممكن يصير في اعتداء، هذا ساعات الدوله تتحمل مسؤولياتها. ومش يعني هل مطلوب مني يعني اسكت عن كرامتي وعن ديني وعن عرضي بس كرمال فزاعت فتنة؟ حقيقة انا هدي من المسائل في سياق امور كتير عم نشكي منه نحنا، واذا نزلت على الشارع خاصة السنة بلا مؤاخذة بدك تلاقي هذا الكلام موجود في صدر كل سنة الا ما ندر بانه نحنا عم نهان كتير. فمنشان هيك انا رفعت الصوت وحتى عملت محاضرة وعنوانتها كفى استخفافا باهل السنة، خلينا نعيش مع بعض باحترام ووئام وسلام. فما تتعدى علي، لا بدك تتعدى علي، انا عم بحترمك. مين عم يتعدى اليوم يعني؟ ليه يعني البعض عم بيقول انه انتم ايضا تذهبون الى التجيش من النافذة الدينية يعني، بس وين في تعدي اليوم؟ ومن يتعرض لصلاحيات اهل السنة او للسنة في لبنان؟ اخت نانسي، التجيش بكون اني انا والله رايق على وضعي واجع عبالي اني حرك شيء مذهبي بطال من الاخر. احنا هذا كله ما عنا منه، عم بقول لك من سنة 89 لليوم أنا أتحدى حدا يجيب تصريح كلمة خطبة إلي أنا عم بحرض على الآخر أو عم شوه من سمعة الآخر أو عم بستهزئ بالآخر. ديننا بحرم ذلك، ديننا بحرم إنه نسيء للمختلفين معه في العقيدة والأساس. فكيف اللي من ينتمي إلى نفس الدين اللي ننتمي له اللي هو الإسلام؟ ولكن عم بقول لك عائشة والصحابة أقدس مقدس، وفيكم تسألوا أي عالم وأي شيخ وأي مفتي، وأنا أتمنى لو مجلس المفتين كان تداعى واجتمع لهذه القضية وأعطى رأي شرعي. وأنا سألت سماحة المفتي لبنان، أرسلت له رسالة حبل يعني عبر الصحافة، بتمنى عليك كطالب علم صغير عم بستفتيك ما حكم الإساءة لأم المؤمنين عائشة؟ اسمع كلام الشيخ محمد يزبك وأعطينا فتوى فيه. إذا بدي أنطلق يعني الدخول إلى التفاصيل اللبنانية وعلاقتكم بالأطراف، بداية بصيدا اليوم كيف هي علاقتك بكل الأطراف الموجودة بصيدا، بداية مثلا المجموعات الدينية الموجودة بصيدا إن كانت أصولية أم سلفية؟ أنا طبعا عندي تحفظ على مصطلح أصولي، مع أنه أصولي بشرعنا معناه جميل، ولكن بما يطرح الآن معناه غير جميل. نحن بصيدا ما عنا شيء أصولي، عنا متدين ملتزم، فيك تقولي سلفي إخوانجي إلى آخره. أنا علاقتي مع جميع الأطراف في صيدا بدون استثناء جيدة، وفيك تقولي جيدة جدا، هيدا من جهتي أنا. هلأ ربما يكون في البعض منطعد مني في شيء ممكن، ولكن أنا بالنسبة لي دائما
علاقتي بحرص تكون علاقتي مع الجميع بدون استثناء افضل من جيده. ولكن انا يعني انشغالي في الدعوه كثير، عندي اخذ وقتي كله الدعوه، ممكن يكون مقصر في الزيارات واللقاءات. لماذا يعني الحركه الاسيريه؟ لماذا شخصنت الحاله ويعني ان تحمل عنوان الحركه الاسيريه، وماذا تختلف مثلا عن الاخوان، عن السلفيين، عن سائر الحركات الموجوده والاطراف الموجودين بالطائفه السنيه؟ انا صراحه ما حبذت ابدا وبعدني ما بحبذ انه يطلق على عملنا الحركه الاسيريه، انما بعض الصحفيين ومنهم مراسلكم حب انه طب شو بدي اعطيكم مسمى، فحط هذا المسمى، انا ارفضه طبعا. انا امام وخطيب مسجد بلال، داعي الى الله، اخواني من كل الشرائح، يعني ممكن تلاقي في المسجد ناس من الجماعه الاسلاميه، ناس من السلفيه، ناس من كل الاحزاب الاسلاميه بتشارك معنا، لانه عملنا منه حزبي، ما له الطابع الحزبي. عفوا الشق الثاني بالسؤال. الشق الثاني يعني ماذا تختلف اليوم عن ليش ما نكون جماعه، ليش ما نكون اخوان، ليش ما نكون سلفيين يعني؟ يعني يمكن انا من الناحيه الحزبيه الهرميه الحزبيه اختلف، انا ما عندي ترتيب حزبي يعني. الدعوه مفتوحه لكل الناس. وبالنهايه كل الاسلاميين بيكملوا بعضهم في محل ما. حضرتك كنت قريب من الجماعه بدايه. انا بدايه يعني بعد حرب شرق صيدا بعد ال 85 بداية هدايتي كانت مشيت مع اخواننا بالجماعة الاسلامية، يعني لما كنت شباب لسنت صار عمري 20 سنة، يعني من 16 سنة 4 سنين. ثم تعرفت على عمل الدعوة والتبليغ بالنفس والمال زي ما قلت لك. ثم يعني فيك تقول الان لا انتمي لاي حركة ولا اي جماعة ولا اي حزب، مع احترامي الشديد لكل المخلصين. لماذا لا تنتمي لاي منهم؟ بحس اني انا مش مقتنع كثير بالعمل الحزبي يعني، بس مع احترامي لوجهه النظر. هل لانك تريد ان تكون زعيما ويعني ترى بانه بسائر الجماعات ربما هنالك يعني تراتبيه معينه واردت ان تسطع يعني باكرا؟ يمكن انا هون جوابي مجروح، يعني اقول لا انا بدي ما اكون زعيم الى اخره، الله يعلم يعني خائنه الاعين وما تخفي الصدور. ولا سمح الله اذا يعني صدر لقلبي هيك نيه استغفر الله من ذلك، واتمنى انه يرضى الله عني يعني قبل الممات وما اكون من طلاب الدنيا اللي بيبيعوا اخرتهم بدنياهم. بالعلاقه السياسيه بصيدا باطراف صيدا، يعني حضرتك باحدى خطبك تعرضت للشيخ سعد الحريري لرئيس الحكومه السابق وسميته بالشيخ سعد الحريري في وقتها، لكن اليوم يقال انه عندك علاقه جيده مثلا مع النائب بهيه الحريري في صيدا. ما في مانع ابدا انه تكون علاقتي باي طرف جيده، بس انتقدوا بالمحل اللي لازم انتقدوا فيه. انا لما انتقدت الشيخ سعد الحريري انتقدته على موقفه من اسامه بن لادن رحمه الله، انه يعني بمجرد ما قتل الرجل وطلعت بلشت يعني المباركه والى اخره نهايه المجرمين انا اختلف مع اسامه بن لادن بكثير امور واتوافق معه ببعض الامور. انا اللي انتقدت فيه انه ليش هلا التعاطي، يعني امريكا المجرمه اللي عم تقتل اطفالنا في اسرائيل في فلسطين المحتله، هذا ما في له ايدين، يعني في بس اشاده بفعل امريكا بحق اسامه بن لادن. كانت هون المقاربه يمكن، بس اللي طلع بالتقرير جزء من الكلام. علاقتكم مع النائب بهيه الحريري؟ انا سابقا زرت الحاج بهيه والنائب بهيه النادر زياره واحده من باب التعارف والتداول قديما يعني، وما عاد في زيارات بيناتنا لانشغالي في الدعوه، ولكن علاقتي جيده جدا معه لانه هي فعلا انا ما بحب امدح احد، انساني بما تحمل الكلمه من معنى. طيب بس بتيار المستقبل ما في استحسان لظاهره الشيخ الاسير، يعني عم نشوف انه اكثر من تصريح من نواب تيار المستقبل انه مستغربين يعني ما هي هذه الظاهره وليش هالقد يعني لها اثر، وحتى البعض عم بدينا معه يعني مش بس عم يتبرأ منه عم بدينا كظاهره. انا يعني قلت على المنبر ذيك اليوم ونقلوا الاعلام لن ارد الاساءه باساءه، سامحهم الله حقي تنازلت عنه، ولكن الي تمنى عليهم الن ولغيرهم ومش بس لشخصي ولا اي شخص ان كان، ما نحكم على احد الا لا نتبين. ربنا يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
أنا من جهتي مسامح، بس يا ريت بينتبهوا لهالنكتة هي. بس هذه المسالمة يعني كتير اليوم، انه حضرتك عم تقول انه انا مسامح، بس كمان هون انه تيار المستقبل ايضا له شعبيته بصيدا. ف ما انا ما بتضرني شعبية المستقبل، انا بالعكس يعني دعوتي لكل الناس وميدان دعوتي كل الناس سواء مستقبل ولا غيرهم. يعني اذا هن منزعجين مني هذا امر اخر، بس انا بالنسبه لي عم بقول لك انا علاقتي جيده مع كل الاطراف. طيب بس هذه العلاقه الجيده كيف يعني كيف تترجم اليوم في تحديدا في لبنان عموما؟ يعني اليوم حضرتك عم تقول انا علاقتي جيده مع كل الاطراف، بس اليوم عندك خصومه تحديدا مع حزب الله، البعض بمجرد ان تخرج حاله ملتزمه دينيا من علمانيي لبنان مثلا حطوا خلص انه في عندهم حاجز او خصم جديد بدهم يواجهوه. قد ايه اليوم تعتبر انه لبنان هو ارض خصبه لفعلا الالتزام الديني وتحديدا الالتزام المذهبي، يعني ببلد فيه تنوع طائفي، ببلد ايضا حتى يعني ما فيه بالممارسه الالتزام الديني الرسمي؟ انا اعتقد انه التدين حاجه فطريه بشريه، لا يمكن لاي فكر انه يستأصلها، لا في القديم ولا الان ولا الى قيام الساعه، حاجه بشريه. لأن الله عز وجل خلق الإنسان من جسد وروح، والإنسان غالبا ما بظن خطأ أنه سعادته وراحته وفوزه وفلاحه في الدنيا باستكمال حاجات الجسد، والجسد ما له قيمة إذا خرجت الروح. فالدين هو غذاء الروح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما حدا يراهن علماني أو غيره أنه يعني يحاول يستأصل الدين. أما بالنسبة لإنزعاج بعض العلمانيين من يعني أي عمل تديني، انا بسمع دائما انه العلمانيين بيقولوا انه والله نحن مش ضد الدين، بل بالعكس نحن بدنا نفتح مجال للكل ومنهم الدين كلهم يدلوا بدلوه. فبستغرب انه يكونوا لا هو في يعني العلماني تحديدا هو فصل الدين عن الدوله. يعني اليوم ممكن حاله مثل حاله الاسيريه في لبنان او حاله الشيخ احمد الاسير في لبنان ما يكون له وجود في السلطه اللبنانيه وفي الدوله اللبنانيه، بينما طموح اي انسان انه يصل يوما ما الى ان يغير في السلطه والى ان يغير في الدستور والى ان تكون الشريعه هي اساس الحكم. انا حقيقه بعلن بشكل واضح دائما انه انا عمل الدؤوب اللي مركز عليه دائما الدعوه الى الله عز وجل، لان الاسلام رساله الله الى الناس، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وربنا عز وجل ما بده الناس تاخذ الدين بالاكراه، افنلزمكموها وانتم لها كارهون. لا اكراه في الدين، بالعرض وليس بالفرض. واخبرت على المستوى الشخصي لا اطمح لوزارة أو نيابة أو حتى مجلس إفتاء، أنا أكبر همي هو الدعوة إلى الله. لكن إن كان لديك القدرة اليوم لا طمحت إلى حكم الشريعة في لبنان؟ أنا أتعامل مع الأمور بواقعها. الآن الواقع ما فينا نجي نقول والله حتى لو كبرت أي حالة إسلامية أن نروح لتحكيم الشريعة في لبنان. لبنان يتبع المنطقة، ولبنان فيه 18 طائفة. أنا بحكي على الواقع، أنا شايف الواقع أنه هو ميدان دعوة سلمية بالعرض وليست بالفرض، ليس إلا. طيب اليوم أيضا حضرتك عم تقول أن لبنان يتبع المنطقة، ما المنطقة كلها اليوم هنالك صورة جديدة ترتسم في هذه المنطقة نتيجة التغييرات التي حدثت في بعض البلدان التي خاضت يعني أو مرت عليها الثورات العربية وانتقلت إلى مرحلة الانتخابات. البعض اليوم بيقول كأنه السنة في لبنان لم يأخذوا من كل ما يجري من ثورات عربية، غير أنه وتحديدا ليس عموم السنة، يعني بعض السنة في لبنان لم يأخذوا منها غير أنه اليوم عصر الإخوان والسلفيين والتشدد السني. هون اسمحي لي بس مسألة مهمة جدا، بتمنى من الله عز وجل أن ما تزعج إخواني اللي يسموا بين هلالين إسلاميين وما شابه. أنا صراحة عندي تخوف شديد من وصول الإسلاميين إلى الحكم، مش معناتها أنا ضد، لا حقهم يسعوا اللي بدهم إياه زي غيرهم، ولكن أنا أخاف من وصول الإسلاميين إلى الحكم يعني كتجربة جديدة، لأنه قلت لك الإسلام هو دعوة الله إلى الناس، والناس استاءت من المرحلة الماضية الحكام اللي حكموا باسم وطنية وقومية وغيره، يعني بلا ما أخذ قرفة الناس، فشي طبيعي هلا لما يجي شيء باسم الدين إنها تستحسنه. ونحن عنا بالإسلام مش معيار النجاح الوصول إلى الحكم، معيار النجاح قبول الناس دعوتنا. فبخاف أنا أن الحركات الإسلامية توصل للحكم
يظن الناس انه اللي عم يحكم هلا هو الاسلام، فاذا لا سمح الله لا سمح الله ان شاء الله ما بيصير اي حركه اسلاميه فشلت او فرضت او انفتنت او مارست خطا، الناس تحكم على الاسلام ما تحكم على اخطاء لهم، فبالتالي بيكونوا هيك شكلوا عائق امام الدعوه الاسلاميه. فياريت الاسلاميين ينتبهوا لهذه النكته الخطيره جدا وينتبهوا لها وما يتسرعوا لقضيه الوصول للحكم، لانه مش المعيار هو انه النجاح هو الوصول للحكم. هل تعتبر اليوم مثلا اي حكم اسلامي في لبنان له ارضيه اليوم؟ ولا في بلد مثل لبنان لا يمكن لاي حكم ديني ربما ان يكون له استحسان؟ يعني اقل ما يقال في هذا الصدد انه بالمنظور القريب ما في يعني احتمال يكون في يعني تغيير للكيان اللبناني نحو حكم ديني، ما اتصور ذلك. ايضا بالانتقال الى العلاقه مع الاطراف، يعني حزب الله في لبنان اليوم، البعض يقول بانكم لا تعادون او لا تجدون من اسرائيل خصما وعدوا لدودا بقدر ما تجدون في حزب الله خصما وعدوا لدودا. يعني اولا اللي بينطلق من هذا المنطلق، عفوا رب مش لك انت عم تنقل، لا بنقول انا، اللي بينطلق من هذا المنطلق بكون عمل شهادتين لنفسه. اول شهادة انه هو ما شاء الله عنه يعني العدو اللدود لاسرائيل وما حدا ينازعه، وتاني شيء انه والله هو قاضي ممكن يوزع شهادات على الناس، هذا عدو وهذا مش عدو، وهدول الاثنين انا برفضهم. انا دائما بقول ما بنقبل حدا يزيد علينا بعداوتنا للكيان الصهيوني، لانه طالما نحن عم ننطلق من الكتاب السني بصميم عقيدتنا، ربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هلا النصارى بالنسبه لنا اللي هن جيراننا المسيحيين اقرب موده ورحمه لنا، اما العداوه من مين؟ لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود. فهذه شغله عقديه ما حدا يزيد علينا فيها. وفلسطين بالنسبه لنا قران، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. يعني على فرض على فرض، وهذا شيء ما بيصير، كل المسلمين وقعوا صلح مع اليهود انه خلص نزلنا عن القدس وصحتان على قلبكم، بده يجي مسلم يوما ما يقرا القران ويشوف انه الاقصى لا يمكن التنازل عنه. فبس هون بهذا الكلام هل قد عداوة كبيرة وعداوة في الدين كما تقول حضرتك، ألا تلغي الخصومة مع حزب الله لأنه هو حزب المقاومة ولأنه يقاوم؟ يعني عدو عدوي عدوي كما يقال، فإنه بمجرد أن يقاوم حزب الله بالسلاح إسرائيل لابد أن تكون يعني الساعد المساعد له في هذا الشأن. لا شك ولا ريب، كل من يضر بالكيان الصهيوني هو عم بيقدم مصلحة للإسلام والمسلمين، وعم بيقدم مصلحة الإنسانية، لأنه عدو الإنسانية هذا الكيان الصهيوني. ولكن هذا ما بيعني انه انا اذا رفعت بارودي على اسرائيل اني انا صرت معصوم وممنوع انتقد وانا ما بغلط وما حدا يحاسبني، وهذا وهيدي من الماخذ اللي انا طبعا وبكل فينا نقول اليوم بمحبه واخوه بوجهها للمقاومه. يعني في سياسات خاطئه مورست بحق الكل يعني من المقاومه لازم تراجع، فانا اذا انتقدت من باب المسلم مرآة أخيه، من باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال له الصحابي كيف بده أنصر وهو ظالم، بنصره وهو مظلوم، قال أن تحجزه عن ظلمه. يعني أنا واجبي أنا لما بشوفه ظلم في مكان ما مش داهن وأسكت زي ما بيعملوا بعض يعني الحلفاء للمقاومة، أنه خلاص مطابقة دائما معه، شو ما بقول صح بيتناقض بالمواقف صح على سبيل المثال. فلا لازم نقول له انت هون عم بتغلط، انت قتلت اسرائيل بس مش معناتها انك خلص صرت اله لا تنتقد، نحن بس اللي لا ينتقد الاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو مخلوق غير معصوم بغلط بمكان ويصيب في مكان، بالمكان اللي بغلط بدنا، خاصة اذا الغلط هذا كان في ضرر علينا.
بس هون يعني حضرتك عم تحكي عن المكان اللي بغلط، لكنك لم يعني البعض يقول انه لم تخرج لك خطبه مفيدا بمقاومه حزب الله وبحزب الله، اقله يعني بالفتره اللي هي مؤخرا حضرتك خرجت على الاعلام، وربما لانه كانت سبقتها احداث داخليه في لبنان، لكن ما كان في ولا حتى محاوله لان تتقرب من هذا الحزب اللي حضرتك بتسميه حزب المقاومه. ما هو نحن في مسألة مهمة جدا، وهذه من سلبيات المعادلة الأخيرة اللي صارت، أن المقاومة محصورة بحزب معين. لا، المقاومة كانت قبل الحزب، ولما قاومنا نحن قبل ما يجي الحزب على الجنوب نحن قاومنا واستشهدوا إخواننا بصيدا، وحتى لما دخل الحزب على الجنوب وبدأ بعمليات نحن كنا كمان عم نقاوم، وأنا من الناس طلعت يعني كذا مرة على الجنوب حتى نشارك ببعض العمليات وبالتنسيق مع الحزب. فأنا لما بكون عم شارك بالمقاومة مطلوب مني أنا أني أعطي شهادة حسن سلوك للمقاومة؟ يعني ما أنا عم شارك بالمقاومة، أنا على الأرض موجود كنت. ولكن من بعد 89 لما قلت لك انشغلت في الدعوة وركزت عليها بدأت ألمس أنه المقاومة رايحة على محل خطر انا ما بوافق عليها، فكيف انا بدي اعطيها شهاده؟ ما فيني اعطيها شهاده. شو هو المحل الخطر اللي لمست انه يعني اولا؟ بس انا كنت يعني بتمنى انه اليوم ما نركز كثير على قضيه لا هو في اكثر من قضيه حتى بس حتى ما نفهم خطا انه الحزب بالنهايه زي ما قالوا سياسيين غير مسلمين حتى مثل الرئيس جميل وغيره، الحزب بالنهايه عنده مشروع مذهبي، وهون الخطر في القضيه، وما فينا نغفل الطرف عن هذا الموضوع انه عنده مشروع مذهبي. بالعكس يعني البعض يقول انه بدا عنده مشروع مذهبي وربما ديني معين، لكنه انتهى وبدا يعني اليوم يتاقلم اكثر مع المحيط اللبناني عموما. هذا راي البعض، انا عندي وجهه نظر ثانيه، لانه يعني اول شيء من مسمى الى هيكليته مثلا ما بتلاقي ولا عضو بالشورى او مؤسسين اساسيين من مذهب اخر او من دين اخر، والشيخ حسن بيقول علنا نحن عقديون وكل ما لدينا من كربلاء والى اخره، فهذا كله بدل على انه في شيء واضح مذهبي. وحتى يعني الاستاذ نبيه بري يعني مره باحدى اطلالاته قال ما تخافوا من السلاح الشيعي، فهيدا ما بدي انفهم خطا، انا ضد انه السنه يكون لهم حزب مسلح دون غيرهم، او المسيحيين حزب مسلح دون غيرهم بهذا البلد، لانه بتعرف حساسيه الطائفيه والمذهبيه. اي حزب بده يتسلح والاخر مش مسلح بده يكون له تبعات كثير خطره، اي تصرف لو انا فهمته خطا بدي اخده على محمل السيء وبدي اتحزب وبدي يصير خاف منه، غير انه زي ما قلت لك يعني المقاومه مارست عمليا اخطاء جسيمه، 7 ايار واليوم المجيد و9 ايار عنا بصيدا والتخوين المستمر وكذا، فهذا عمل احتقان في الشارع. فلما بنيجي بنتساءل انه لا في احتقان مذهبي بدنا نشوف السياسات اللي مورست على الارض وادت لهون. اذا كنا عقلاء وفعلا عندنا مصلحه البلد فوق كل شيء لازم ننتبه ونعمل جرده قديمه وجديده الان، وين الاخطاء نصلح ونتواضع ونتعامل بكل صدق مع بعض لو مختلفين بالعقيده والتوجهات. يعني عندك استعداد حضرتك ان تجلس مثلا جلسه مع حزب الله لمحاوله يعني محاكاة الأمور بالكثير من الحكمة والعلم أكثر منه يعني بالتجيش المذهبي والطائفي؟ برجع بأكد عليك أنا ما عندي تجيش مذهبي، لا لا أكثر منه يعني حتى ما يكون في دايما يعني، لأنه حزب الله حزب شيعي وحضرتك أيضا صحيح. يعني في حساسية يعني موجودة، فحتى ما ينلعب على هذا الاختلاف أنا دائما. ما في مرة دقوا بابي بزيارة ورفضت. بس أنت مش مستعد دق بابهم؟ بس لأكمل لك النقطة، أنا دقيت بابهم وأرسلت رسالة للشيخ حسن عبر صديقي بيعرف النائب رعد وأكد لي إنها بتوصل له، وأرسلت رسالة فيها نوع من النصيحة حول الأزمة اللبنانية وتعقيداتها وكذا، ونصيحة يعني للحزب نفسه إنه يتعامل مع الآخرين بتواضع وأخوة ونسمع للآخر ونتناقش ونتحاور. هذا كان مني، بس برجع بعيد وبأكد أنا مني رجل سياسي قاعد طول الوقت عم فكر كيف بدي اتصل بالسياسيين وخاطبهم بالسياسي. انا لما بسمع في وجع ايماني او امني عم بيطالني بدي ارفع الصوت، ليس الا بس، ما عندي والله انا خطه عمل حتى نقول ليه ما اتصلت واتصلت.
ايضا بما يجري اليوم في الجنوب وتحديدا في صيدا، يعني في احراق السيارات، هذه الظاهره اللي اسمها احراق السيارات في صيدا. طيب انتم مفروض يعني صار عندكم انتشار معين في صيدا، وايضا بتعرفوا يعني شو خلفياتها شو اسبابها هذه الظاهره، هل وصلتم الى اي خيوط معينه بهذا الشان؟ هلا حسب يعني ما اخبرنا البعض انه بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود الامنيين المشكورين على ذلك انتهت هذه القضيه وتسكر هذا الملف بفضل الله عز وجل. ولكن شو اسبابها وشو توجهاتها كانت ومين وراها الحقيقه ما بين 100%، اللي فهمته انه هذا تصرف فردي وانا اشك انه يكون تصرف فردي. رح تبع معك فضيلة الشيخ، معنا ايضا اتصال من صيدا ومن الشيخ ماهر حمود. صباح الخير فضيلة الشيخ. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. يعني اليوم فضيلة الشيخ قديش ممكن ان يتم استيعاب يعني ما جرى والحديث الذي قيل ورد عليه يعني بما يتعلق بالسيدة عائشة؟ يعني اولا اللي خلاني ما اطلع على الاعلام مباشره خلال الاسبوع اني انا صوتي كان تماما مختفي، وحتى الان بعض صوتي كما تسمعين ضعيف جدا، لكن بعت للشيخ احمد اخونا الشيخ احمد ابني وشاب اخر وحاولنا نوصل لشيء، وبعت رسائل غير اعلاميه لبعض المسؤولين اللي لهم علاقه بالموضوع. انا برايي ما يقدمه الان صباح هذا اليوم الاخ العزيز الشيخ احمد هو يعني مساحه مشتركه يمكن انطلاق منها ليس فقط لاغلاق الملف اللي يعني اثير في الاسبوع الماضي، بل لانشاء علاقه مبنيه على اسس واضحه، لانه الهدوء والتواضع اللي ظهر فيه أعطى الصورة الحقيقية لشخصه الذي أعرفه من يعني 20 عاما أو يزيد. لكن ما كان ينقل في الجلسات الخاصة والمنابر كان يوحي بشيء آخر، وإن كان أنا أقدر أن الواحد على المنبر أحيانا تأخذه العاطفة أو الكذا فيقول أمورا أكثر مما يريد بدون أدنى شك. وأنا قلت على منبر يوم الجمعة الأخير بصوتي الضعيف جدا، قلت لهم فيما لو ثبت فيما لو ثبت أن أحدا قال أن السيدة عائشة رضوان الله عليها وقعت في الفاحشة فقام أحد وقتله فلا شيء عليه، لا عند السنة لا عند الشيعة. من يزعم أن السيدة عائشة وقعت في الفاحشة هو كافر باتفاق علماء المسلمين، وإن شذ أحد فهذا شذوذه على نفسه لا قيمة له. وهون يجب أن نفرق بين حادثة الإفك اللي تثار من وقت لآخر، واللي الآيات الكريمة في سورة النور برأت السيدة عائشة، وقليل من الشيعة يقولون أن الآيات نزلت في السيدة ماريا القبطية وليس في عائشة دون أن يوجهوا لها سهام الاتهام. بدنا نفرق بين هذه الحادثة اللي وقعت في العام 6 هجري وبين حادثة الجمل اللي صارت في 36. أخونا الشيخ أحمد اليوم قال أنه كلمة حق وباطل تعني دائما كفر وإيمان، مع احترامنا لكلامه ولاتجاهه ما يعني أنا لا أوافق على ذلك. الباطل قد يكون خطأ، خلينا نقول معسكر السيدة عائشة في الجمل لا يقول أحد من المسلمين سنة أو شيعة أو في القديم أو في الحديث أنها كانت قد أصابت فيما فعلت، وهي نفسها ظلت تستغفر عن هذا الأمر، وكلما مرت بقوله تعالى وقرن في بيوتكن الآية الكريمة من سورة الأحزاب كانت تبكي حتى تخضل ثيابها. هذا أمر متفق عليه. أنا ثابت أنه راجعت كل المراجع خلال هذا الأسبوع. نعم هو فضيلة الشيخ يعني بس لحظة كف الفكرة. نعم تفضل. انه فكرة انه السيدة عائشة في خروجها في يوم الجمل لم تكن مصيبة، هذا امر لا يقول يعني لا يختلف فيه اثنان. هلا هون تشبيه اخونا الشيخ يزبك بالموضوع انطلاق منه الى الى الحاضر ينطبق عليه القاعدة اللغوية اللي بتقول الأمثال تضرب ولا تقاس. بس بدي أوضح النقطة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن يتفلت من صاحبه كتفلت الإبل من عقلها، مش معناتها أن الرسول قال أنه القرآن الكريم هو الإبل أو مثل الإبل، وهذا له شرح طويل.
فأنا ولعلمي المؤكد بشخص الشيخ يزبك أنا أستطيع أن أجزم أن أقسم أنه لم يكن يقصد الإساءة، كان يضرب مثلا أنه يكون مع الحق في وجه الخطأ، بدناش نقول الباطل حتى لا نفهم أيضا خطأ. أما أنه يقصد الإهانة فهذا أنا بقدر 100% أن أجزم على مسؤوليتي أمام الله أنه لم يكن يقصد ذلك. وكلام السيد حسن العاشر لما قال نحن ملتزمون بكلام سيد الخامنئي الفتوى، هذا كان بطلب مني شخصيا، وهم قالوا ذلك أن نحن بطلبك قلت هذا الكلام، والسيد حسن قال هذا الكلام على أعلى منبر أو أوسع منبر لحزب الله خلال العام، فلماذا يراد فتح الموضوع؟ أخونا الشيخ أحمد قال أنه مازال هو الوكيل الشرعي، كان لازم هو يرد، والسيد حسن أعلى عفوا يعني مع احترامنا للجميع أعلى مقاما وقدرة على التعبير، وخاصة في ذلك الموقع الواسع الانتشار والمهم جدا بالنسبة لإخواننا. فنحن كنا نعتبر أنه يوم الثلاثة الماضي كان ينبغي أن ينتهي الموضوع بتأكيد السيد حسن أنه نحن ملتزمون بفتوى السيد خامنئي حفظه المولى جميعا وحفظنا جميعا. المهم اللي بدنا نقوله أنه أخونا الشيخ أحمد مصر على التفسير أنه هذا التشبيه يعني الإداني، وإخواننا بيقولوا يعني هذا لا يعني الإداني، نحن هذا مثل يعني انطلق منه، يمكن ما يكون في حكمة ما يكون في دقة، نعم ممكن ما بقول لك، بس إهاني أنا أجزم وأقسم أنه هذا لا. ومع يعني فضيلة الشيخ حضرتك اليوم عم بتوضح هذا الكلام، لو حضرتك على تواصل مع حزب الله. نعم. طيب طالما هذا الكلام يعني وضحه الشيخ ماهر حمود فضيلة الشيخ أحمد، يعني هذا التوضيح اللي قدمه والذي قال يعني بأن السيد حسن نصر الله يعني أكد لي الشيخ ماهر بأنه ما وضحه في خطبة العاصر هو الكلام الأساسي لحزب الله، هل تعتبر هذا التوضيح كافيا؟ لا ما بعتبره كافي، بس هلا المكالمة مع الشيخ ماهر خليه ياخذ. لا بس حتى يعرف ايضا الشيخ ماهر لانه كان عم بيقول انه بس انا بفضل انه يكمل هو يعني كلامه وفكرته لانه انا قاعد معك يعني فيني اخذ. فضيلة الشيخ ماهر يعني بعده يبدو مصر الشيخ احمد على الاعتذار والا في مساعي رح تصير او التوضيح اخر شيء التوضيح. نعم ليش لا ما ترجعت انت تصعدي هو ده يا عمي لا دخيلكم انا ما بفوت فيها الموضوع من الاساس نحن عم نحاول نسهل لازم اختنا الكريمه تفضل خطبه الجمعه للشيخ احمد الاثير اخر خطبه جمعه كانت فاتحه لكل خير هلا اذا تاخر الموضوع يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين لحتى يصير جلسة أو توضيح آخر فهذا يعني بتصور أنه بيفتح باب مثل ما قلنا مش لإغلاق الملف اللي قد يكون جزئي أو جانبي طبعا جزئي أو جانبي باعتبار التفسير للموضوع أما لو فرضا أنه هنالك إهانة للسيدة عائشة لا منه بيكون جزئي بيكون رئيسي مثل ما بقول الشيخ أحمد نحن هوني يعني عفوا يعني بنكون سوا يعني لو ثبت أنه حزب الله أو أي جهة تانية فعلا قصدت الإساءة للسيد عائشة أو لأحد من الصحابة قصدا فلن نكون ساكتين وأظن الشيخ أحمد غيره بيعرف أنه نحن ما من داري لا حزب الله ولا أحد من غير حزب الله وإن مواقف في وجه حزب الله عندما يحتاج الأمر لذلك وأظن الأمر واضح وآخر مرة لما أقر حزب الله والتيار العوني عودة الفارين إلى إسرائيل دون الإقرار القانون العفو عن الإسلاميين كان لنا موقف واضح وبعض الجرائد قالت الشيخ ماهر غير لا ما غيرنا بس إنه حزب الله مش معصوم عن الأخطاء واعتصام البلد اللي دلوا حوالي سنتين برياض الصلح لم أشارك فيه ولم أقبل أن وقلت له هذا غلط وما بيصير أما سبع عيار فإن رأي آخر بيعرفه لكل الناس والشيخ أحمد بيعرفه وهون ندخل لموضوع آخر انه ادخال السياسي على الديني يعني ما منه امر موفق لا نحن لا من قبلي ولا من قبل الشيخ احمد ولا من قبل احد مع احترامنا لكل الشخصيات السنية اللي وهو بيعرف تمامه والكل بيعرف انه نحن على علاقة ودية مع الست بهية وتليفونات ما تنقطع مع الرئيس فؤاد السنيورة ومع غيره ومع غيره لكن الموقف السياسي ما نخلطه مش اذا كان هذا شخصية سنية كبيرة مثلا يعني بالمقاييس اللبنانية إذا كان الإهانة له وجهت معناها توجهت للسنة لا مش صحيح وإذا كان
أيضا السيد حسن أو حزب الله تجاوز الموضوع لما بيحكي سياسي ما عم بيحكي كشيعي، لما بيحكي بغزة وما بيحكي فيها واحد سني. نحن ندخل عليه هذا المحور. فالمقصود هون على كل حال أنا برأيي هذه الجلسة وهذا الحوار الهادف إضافة لخطبة الجمعة الأخيرة للشيخ أحمد سيفتح الباب بإذن الله لكل خير بإذن الله. الشيخ مهند حمود شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخ أحمد بغض النظر لأنه تحدثنا عن الحديث الذي قيل حتى ما نضلنا نستفيد يعني بموضوع واحد خصوصا أنه في أكثر من تطرق، إذا بجواب سريع على كلام الشيخ. أول شيء بدي أقول له الشيخ سلامتك مشان صوته. طبعا انا مصر على انه الشيخ يزبك اللي بيحضر المقابله كل سوا كان عم بيوضح فكره الصراع ما بين الحق والباطل، عشان هيك انفعل وقال له للسائل يعني عم بيحكي بلغه السائل لسيدنا علي اعرف الحق تعرف اهله، والخطا والصواب فرق كبير بين الحق بين الخطا والصواب. المطلوب اليوم المطلوب التوضيح اذا كان هو مش مسيء، يعني القضيه بسيطه جدا وانا قلت لكل المعنيين مش انتم عم بتقولوا جماعة الخير ومنهم الشيخ ماهر يستحيل الشيخ يزبك يطال الى اخره، تبعال انا بقول هيدا اساءة، هو بقول مش اساءة، يطلع يقول انا مش عم سيء للسيدة عائشة بهالقد. لاني بدي اختم هذا المحور اللي ان ادخل الى علاقتك يعني يعني بسرعه على معظم الاطراف. اليوم في اليونيفيل في الجنوب، كيف تنظرون الى القوات الدوليه الموجوده جنوبا؟ انا قلت لك انه انا بتعامل مع الواقع. اليونيفيل الآن ما في نغير وجود برأي، هذا واقع موجود، وأنا بالمناسبة ضد هذه العمليات اللي عم تصير على اليونيفيل وضد الصواريخ اللي عم تطلق على شمال فلسطين المحتلة، مش من باب أنه نحن بدنا أمن إسرائيل. أنا مع زوال إسرائيل من الوجود، إسرائيل يعني الكيان الصهيوني، ولكن بدنا نشوف هذه العمليات اللي عم تصير تأتي في مصلحة من؟ انا بعتبر انه بتيجي بمصلحة النظام السوري الظالم اللي عم بيقتل شعبه. ايضا قبل ما ادخل الى المحور اللي هو يتعلق بسوريا بالداخل، الرئيس نجيب ميقاتي، كيف هي علاقتكم اليوم مع الرئيس ميقاتي وكيف تنظرون للرئيس نجيب ميقاتي؟ انا الحقيقة يعني ما عندي علاقة معه، وجودي اغلبه بصيدا، ما تعرفت عليه يعني بسرمي اذا يوما ما تعرفت عليه وعلى غيره يعني. وبالتالي هو رجل من رجالات لبنان وبسمع عنه انه رجل بحافظ على الصلاة وعلى الحج والعمرة، لا نزكي على الله احدا، نتمنى له كل خير. نعم يعني هنا تعتبر انه مثلا الرئيس نجيب ميقاتي هو اليوم يقوم بالدور الصحيح في رئاسة الحكومة وتؤيد وجوده على رأس هذه الحكومة؟ انا بعتبر انه الرئيس ميقاتي كونه اجى بتحالف مع المقاومة والى اخره ما بيقدر يعمل كل شيء هو بلاقيه صواب، حتى هو اللي بلاقيه صواب ما بيقدر يعني في شيء من التكبيل عليه بحكم هذا التحالف اللي صار مؤخرا، ومنه مثلا انا عارف انه دمه من جوا عم بيحترق على الشعب السوري وامثاله، بس ما بيقدر يتخذ موقف معين الى اخر، هيك انا بتصوري والله تعالى اعلم، خاصة موقف الخارجية اللبنانية في الاجتماع الجامعة العربية يعني كان موقف مخجل الحقيقة. ما بتصور يعني توجه مئات اللي كنت اسمعه زمان دائما من مقابلاته بتمشي مع هيك سياق. طيب اليوم ايضا يعني بما يجري في سوريا، طالما حضرتك عم تحكي يعني عن سوريا لانه بعد عنا دقائق قليلة لنخلص يعني اللي هو اول محور بالحلقة، سوريا اليوم يعني بس الرابط، شو الرابط اليوم بين ان تخرج حضرتك اعلاميا او الظهور الاعلامي للشيخ الاسير والثورة السورية، يعني كأنه في تزامن وتحديدا بهذا الزمن اللي عم ينحكى فيه عن ظهور الاسلاميين والسياح الاسلاميين للمنطقة العربية؟ حقيقة انا اتعامل مع كل ملف بمنطلق حكم الشرع، حكم الدين يعني الكتاب والسنة. نصرة المظلوم واجب شرعي على كل مسلم، ولكن يعتبر فرض كفاية، يعني اذا قام البعض بهذه النصرة مش ضروري الكل يقوم. فالظلم اللي وقع اخواننا في فلسطين وشاركنا بالمستطاع يعني اللي هو التبرعات، النبرة في الخطبة، تجمع عند المفتي مثلا والتنديد. فالظلم لما وقع في سوريا الحقيقة لقيت انه اغلب الناس سكتوا الا ما ندر، مرق شهر، مرق شهر ونص، ما حدا اعتصم، ما حدا عمل شيء، مع انه من كان من قليل قبل قليل يعني كانت السفارات عم بتعج او ابواب السفارات بالمنتفضين.
فوجدت انه صار كانه فرض كفايه، فرض عيني علي، واجب علي ان انا ارفع الصوت واحكي كلمه الحق. وللاسف نحن في زمن صوتك حتى يوصل وتوصل الرساله للاخوان في داخل سوريا يعني المظلومين او للناس او للظالم حتى، بدك تعمل اعتصام او مظاهره او ما شابه. من هذا المنطلق يعني بس اليوم يعني تقرؤون فقط، يعني البعض يقول انه عم تقرأوا فقط ما يجري من زاويه واحده، يعني مين قال انه لا يوجد مظلومين من تحديدا من الجيش السوري الذي يقتل، لا يوجد مظلومين ايضا من الاشخاص اللي هن مناصرين للنظام السوري والذين يقتلون، يعني في قتل وسواسي القتل في سوريا. يعني انا بعتبر انه كل الشعب السوري بدون استثناء وكل الجيش السوري بدون استثناء مظلوم وضحيه عائله ونظام ظالم قدر يضحك على البعض ويجندهم معه ويقولهم قتلوا شعبكم واخوانكم، هن ضحيه يعني بالنهايه كله ضحيه. هل جميعهم ضحايا اللي هن عم ينزلوا اليوم مؤيدين للنظام في سوريا؟ نعم ضحيه الجهل. ليش؟ هلا صاروا كلهم جهلة؟ ليش؟ انا عم بقول لك بعتبر البعض يعتبرون انه هن يعني بيعتبر الانسان اللي بيقتنع انه يمسك باروده ويقتل خيه يقتل جاره جاهل. هذا شعب مظلوم. مين في بالدنيا ما بيعرف قديش هذا النظام ظالم؟ حتى حلفائه لما بنقعد معهم بقول لنا يا عمي هذا امر بنتصم لك بالمية يعني. بس هو لم يقتصر على نظام واحد في العالم العربي، يعني معظم الانظمه فيها من الظلم على مختلف المواطنين يعني، وليس فقط ظلم واحد. اخيرا العلاقه مع السعوديه، المملكه العربيه السعوديه كيف هي؟ انا ضد الظلم اينما كان، يعني ما في علاقه مع السعوديه ولا مع غيرها نهائيا؟ ابدا. ما بتعتبر علاقة فيزة حج يعني او عمرة بروح بعتمر وبحج بس، السياسيين ما بعرف حدا منهم ابدا نهائيا. وما في حدا ممكن يفتح لك ابواب مثلا لعلاقة اكثر مثلا مع الامتداد في الخارج؟ انا مصمم على انه ما يكون عندي علاقات مع اي فئة سياسية او جهة سياسية او دولة معينة او ما شابه، الا في اطار التعاون على البر والتقوى فيما يخدم الدعوة الى الله بس. طيب ايضا يعني اليوم كان مثلا كان محط سؤال، ما اذا يعني كيف سيكون اللقاء بيني وبينك كشيخ احمد الاسير وشكل اللقاء، يعني تحديدا اذا كنت ساضع على راسي ام لا. بهذا الظهور اللي خرجت فيه اليوم الى العلن، هل في ذلك ربما رساله الى العموم بانك لست من الاشخاص الذين يريدون فرض الامور، وتحديدا من يخاف اليوم من النساء في حاله هذه الظهور الاسلامي في العالم الاسلامي من الفرض من المنع على النساء ومن وضع قوانين وقيود تقمع النساء في العالم العربي؟ قلت سابقا دعوتنا منطلقه من القران، والقران يقول لا اكراه في الدين. يعني كل انسان هو اقتنع في عقيده ما بيلتزم فيها، انا بعرض دعوتي، بتمنى على كل الناس يقبلوا الاسلام جمله وتفصيلا، بس ما الي انا اكرههم ولا الزمهم. وتعتبر انه هيدي مفروض تكون اذا ما حكم الاسلاميون في المنطقه هيدا يكون النسق؟ انا بركز على انه الاسلاميين يركزوا على عمل الدعوه وعرض الاسلام عرضا جميلا صحيحا كما يليق به. لهون نوصل لنهاية لقائنا معك الشيخ أحمد الأسير إمام مسجد بلال بن رباح، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا منتابع بالجزء الأخير من هذه الحلقة والمتبقي في الشأن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. تجارب الناس لابتكار جديد لمعجون الأسنان الحساسة. هلا صار في ابتكار.